مجلس سيادة فندم، لواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية. في شهر ديسمبر الماضي يا فندم سيادتك شرفتنا بمناسبة انتهاء موسم الزراعة، واليوم وبمناسبة بدء موسم الحصاد في جميع مزارع الشركة، سيادتك بتشرفنا يا فندم في نفس المكان. رجال الشركة بالكامل يا فندم يقدروا تشريف سيادتك لنا وبيعتبروه هو تكليف بالإضافة إلى كونه تشريف. استاذن يا فندم احد الساده المهندسين هيقوم بشرح المعدات. تمام يا فندم. مهندس احمد عبد الهادي ابراهيم، مهندس الميكنه الزراعيه بالشركه الوطنيه لاستصلاح وزراعه الاراضي الصحراويه. استاذن سيادتك يا فندم في تقديم المعدات الموجوده بارض الاصطفاف. اتجاه الشمال يا فندم في اتجاه السهم المميز باللون الاحمر. على يمين منصه يا فندم وفي اتجاه البيارقه المميزه باللون الاحمر كومباين حصاد والمستخدم في حصاد القمح بمعدل اداء يصل الى 5 فدان لكل ساعه. عرض التشغيل 7 متر، سعة الخزان 9 طن بنسبة فقد لا تتعدى 1%. يليها فندم وفي اتجاه البيارقة المميزة باللون البرتقالي معدات تأمين الحصاد من اليمين إلى اليسار، محراس قرص 36 قرص، عرض التشغيل 3 متر، يستخدم في فصل وقطع الحرائق. يليها فندم لودر سعة الكبشة 3 متر مكعب، يستخدم أيضا في فصل وقطع الحرائق. يليها فندم عربة إطفاء، وزن العربة 7 طن، تستخدم لإطفاء جميع أنواع الحرائق. يليها فندم عربة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. على يمين ويسار المنصة يا فندم وفي اتجاه البيارق المميزة باللون الأصفر عربات نقل الغلال سعة العربة الواحدة 50 طن تحتوي على أبواب سفلية وذلك لتسهيل عملية التفريغ مما توفر الوقت والجهد في نقل الغلال. أي أوامر يا فندم؟ أستاذنا يا فندم في عرض زراعة القمح في مزارع في الشكر. مزرعة توشكا إجمالي المساحة المنزرعة يا فندم 90,000 فدان، تم زراعة منهم 64,000 فدان قمح المميزة باللون الأخضر. طبقا لتخطيط الهيئة الهندسية سيتم إضافة 270,000 فدان في أكتوبر من هذا العام في منطقة الفرع رقم 4 وفي منطقة المسماة الريف المصري وشرق الريف المصري. أثناء تشريف سيادتك لنا يا فندم في الزيارة الأخيرة تم إطلاق المياه في امتداد فرع رقم 1، تمكنت الشركة يا فندم من زراعة ما يزيد على 2000 فدان في هذه المنطقة. المنطقة دي يا فندم شمال فرع رقم 1، دي مساحتها يا فندم 29,000 فدان. جميع الأجهزة يا فندم مستكملة، المنطقة بالكامل مرفقة. سيتم طبقا للمخطط سيتم استكمال إطلاق المياه في كامل الترعة يوم 30/6 يا فندم لهذا العام، وبكده يا فندم هتكون المنطقه دي بالكامل من اوائل المناطق اللي سوف تزرع، وهيكون لنا فرصه قدامنا ان احنا نحاول نخدم الارض كويس جدا فيها يعني. اذا 27,000 فدان يا فندم بالاضافه الى 270,000، اذا الكميه المساحه اللي تضاف في توشكا 300,000 فدان في اكتوبر القادم باذن الله. مزرعه شرق العوينات. شرق العوينات يا فندم المساحة 180,000 فدان، تم زراعة منهم هذا العام 145,000 فدان والمميزة بخلفية صفراء. الشركة يا فندم الحمد لله بتضاعف المساحة المنزرعة من عام لعام، فاحتياجنا للتقاوي بيزيد. اعتمدنا الكامل على وزارة الزراعة وفي تعاون كامل يا فندم بيننا وبينهم وفي إدارة التقاوي بالذات، لكن الحجم بيزيد. على سبيل المثال يا فندم احنا في اكتوبر هذا العام الشركه محتاجه 36,000 طن تقاوي، اذا انا ببعت قمح بحري وبجيب قمح ثاني مواصلات، فده تكلفه اقتصاديه عليها زياده. فاحنا رجال الشركه يا فندم بالجهود الذاتيه قاموا بانشاء محطه غربله وتقاوي. المحطه دي يا فندم تمت بالجهود الذاتيه وهتبدا تحت اشراف وزاره الزراعه واداره التقاوي من هذا العام. دي يا فندم هتوفر للشركه من العام ده 70 مليون جنيه. احنا هنعمل نفس التجربه يا فندم في توشكا ان شاء الله العام القادم، لكن مع زياده المساحه اذا احتياجي بيزيد. العوانات يا فندم متميزه في زراعتها. احنا بالاضافه للقمح وبالاضافه للذره احنا عندنا زراعات الفول السوداني تشتهر به لمزرعه العوانات، ايضا زراعات البطاطس يا فندم. البطاطس من اهم الزراعات المنتشره او المشهوره بها العوانات هي البطاطس، وعشان كده يا فندم احنا صدقنا من سيادتك على انشاء ثلاجه تقاوي، ودي اكبر ثلاجه موجوده في المنطقه 64,000 طن. دي فعلا يا فندم تم استغلالها
كتشغيل تجريبي من 15/4 الجاري، بتخدم جميع المستثمرين يا فندم اللي في المنطقه بالاضافه الى الشركه. احنا عندنا في الشركه يا فندم ان شاء الله في شهر اكتوبر القادم هنزرع البطاطس اللي احنا هنحتاجها فيما بعد في المصنع. تم التصديق من سيادتك يا فندم على انشاء مصنع بطاطس في المنطقه، سيتم افتتاحه قبل نهايه العام. نسبه التنفيذ حتى الان 80%، طاقته يا فندم 20 طن ساعه، وان شاء الله يا فندم في نهايه العام هيكون جاهز لافتتاح ان شاء الله يا فندم. ايضا فن في العوينات، احنا اهتمينا سيادتك وجهت بانشاء غابات شجريه من الغابات اللي ذات قيمه، احنا عملنا مشاتل في توشكا وفي العوينات ايضا يا فندم على نفس المستوى. مزرعه الفرافر، مزرعه الفرافر يا فندم هي عباره عن 10,000 فدان، 7,500 فدان منهم ري محوري و2500 فدان ري بالتنقيط. حقيقه يا فندم كان في مشكله في الفرافره، هي مشكله الصرف الزراعي. احنا صدقنا من سيادتك العام الماضي وسيادتك وجهت ان نبدا التجربه. بدانا التجربه يا فندم بحوالي 700 فدان، التجربه نجحت جدا وكان تاثيرها ايجابي لدرجه ان احنا زرعنا الموسم الشتوي اللي هو القمح الحالي اللي نحصده النهارده يا فندم، اللي هنحصده النهارده كانت المساحه يا فندم حوالي 4,000 فدان. ايضا يا فندم كان في ميزه كويسه في الفرافره وهي ان احنا اعتمدنا على محطه الطاقه الشمسيه. محطه الطاقه الشمسيه دي يا فندم كانت مهمله، احنا استخدمناها من 3 شهور ودي عظمت من قيمه مزرعه الفرافره. مزرعه الفرافره برغم فندم كان ما كناش استخدمناه. تمام تمام. لا تمام. احنا استخدمناه من 3 شهور ودي عظمت يا فندم من قيمه مزرعه الفرافر. اسمح لي يا فندم قبل ما نبدا في مزرعه عين دله استاذن من سيادتك في بدء موسم الحصاد. تمام تمام. هو احنا يا فندم هنبدا بالمرحله الثانيه. صدقنا بالمرحله الثانيه بيه. اتفضل. تمام. استاذن من سيادتك فندم قبل ما نخلص عين دله نستاذن في بدء موسم الحصاد يا فندم. اتفضل. دكتور عادل. مزرعه عين دله. مزرعه عين دله يا فندم 12,500 فدان. احنا زرعنا منها هذا العام 4,500 فدان. ان شاء الله يا فندم العام القادم هتوصل ل 6,000 فدان، باقي المساحات مخطط لها زراعات اخرى. بنجاح تجربه الصرف الزراعي يا فندم في الفرافره هنطبقها ان شاء الله يا فندم في العام القادم في عين دله. بكده يا فندم باجمالي المساحه المنزرعه في الشركه حوالي 220,000 فدان، دي هتحقق لنا يا فندم قمح السنه دي ان شاء الله اكثر من نص مليون طن باذن الله. اكتوبر ان شاء الله يا فندم في اكتوبر القادم باجمالي المساحات اللي زادت في توشكا وباقي المزرعات الاخرى هنوصل لحوالي نص مليون فدان زراعات. ده يا فندم هيحقق لنا عائد ان شاء الله في 23 من مليون الى مليون وربع طن اجمالي اجمالي. وباذن الله يا فندم رجال الشركه وبدعم سيادتك قادرين كل عام ان يضاعفوا انتاجهم والمساحه بتاعتهم واكثر ان شاء الله وبكل دقه وبكل جديه ان شاء الله يا فندم. شكرا توفيق. عفوا.